السلام عليكم بنسافر يا اخوان. السلام عليكم احمد او شونغ اكس بونغ. يا اخوان وضعية التصوير الان مخيفة شوي، انا متوتر. ليش متوتر؟ تعالوا هنا تعالوا، هذا اول فلوج لي اصوره، وهذه اول سفرة لي خارج الخليج، يعني اروح بعيد. بس حركة ثنيان خالد اللي هناك بالله تقييمها من صفر كم؟ الفلوج هذا بتعبكم حركات، بتعبكم يا اخوان بتعبكم. بس بجيب مره من هنا وانا اتكلم، مره بصور الزبده. بس الزبده الساعه الان 6:15 صباحا، متجهين الى مطار الملك فهد للدمام. ان شاء الله ما تصير اخطاء باذن الله، بصور اللي اقدر عليه وبسوي لكم اخراج. ابيكم بالكومنتات في المقطع هذا تقيمون الاخراج حقي من هنا. باذن الله يا اخوان رحلتي من الدمام الى دبي، من دبي الى مدريد باذن الله. هذا كله بتعرفون ليش والمين وما هو السبب وراء الحقيقه المخفيه والسوالف السواليفيه. وصلنا الان مطار الملك فهد باذن الله. الرحله باقي تقريبا 1:30. نشوفكم ان شاء الله في الطياره ولا يمكن قبلها، ما ادري. سلام. سلكوا لي كاني ما كانكم ما تدرون. ها وصلنا الان مطار دبي، ومن دبي الى مدريد. انا ما ادري ايش ما يخلون في طياره واحده من الدمام ولا من السعوديه، لا على طول لازم مجع، لازم تعب. طيب يا اخوان انا سويت شيء والله ما خلي في خاطري باذن الله اني ما راح ارجع. فاللي سويته انا هذا احد الاشياء اللي في حياتي ابغاها اتمناها، كنت اني ادرب اخر الدرجة في الطيارة. صحيح انه والله مبلغ غالي صراحة، لكن ما بخليها بخاطري. اسمعوا اتفاق، نوقف الان ونسوي اتفاق. السفرة هذه ننسى الفلوس ونرميها شوي على جنب، ونسوي استجمام واستحمام وممكن يعني سوالف. يلا بسم الله نشوف الدرجة البزنس فول اوبشن سكندري وبن مع بعض. السلام عليكم. الزبدة يا اخوان هذه التجربة الاولى، طول عمري اشوف لكن ما جربت، متحمس مرة. صحيح ان المبلغ كسر ظهري شوي شوي، لكن ربي كريم ربي كريم، لا حد يفكر بفلوس. انا اقول ذا الكلام بس خلني اركب الحين الطيارة وبقعد ابكي. لكن الان تدرون الان ايش فقرة حياة الاغنياء. السلام عليكم. انا بتكبر يا شباب، مع السلامة. بروح اتسحب بالنظارة وبروح اتمشى اغنياء تايم. السلام عليكم. اليوم نمسك الهاي يا اخوان، اليوم بنمسك الهاي. التعب والعطش والارهاق. انشبوا لي 3 مرات، 3 مرات تقطع تصويري، لان في واحده يا ربنا ورب الكعبه قهرتني. في واحده من المضيفات ما تبغى تطلع، ملكه جمال العالم ما تبغى تطلع، تقول اطلعني. يا بنت الذين ما طلعتش، ما طلعتش، الله ياخذ عقلك. الزبده جابوا لي فوق. اسوي لكم شرح، بردت، كانت حاره والله انها بردوها. سبحان الله وكيف. والله ما ادري هي تستخدم كذا، لكن والله تطلع قيمه فلوسي افرك لما اطلع ابيض. انا بعطيكم التقييم وكل شيء بعد ما اخلص، لكن انا قلت لكم ايش؟ انا بحلل كل شيء. هذا ايش وضع؟ يرجع التنزيل، تنزيل والتطبيق، ظني اني انزلها. يا رب ما اكسر حاجه اليوم. بشرب ترى كل هنا، كل شيء هنا بشربه. اوكي كل هذا بشربه. بيبسي
اي حلو. شوف ابن الذين بمشي بنص بس ما لي بشرب حتى لو هو بربع. ما ادري ليش حاطين هذي. جابونا أول وجبة، طلبت مقبلات كذا بسيطة خفيفة حق التحمية، بس أنا مدري إيش وضعهم مع الـ مع الـ مع الأشياء الصغيرة هذه. جابونا أبو ريال يا شباب، جيبوا هذا ولا لا هذا خلى مع شيء دسم زبدة نكمل فيلمنا اللي والله ما أدري شبه في الحياة. والسلام عليكم. بدينا بالمقبلات بنحل شيء ما كل شيء. جت الوجبة الثانية خفت عشان هذا، لكن ما أدري وش السالفة. هذا ويش هذا؟ هذا ويش؟ لكن بناكل كل شيء إن شاء الله حلال. مدام حلال بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا أخيرا. أحلى ما في الرحلة كلها النومة. أوف يا نومة الجو مع المطبات الهوائية، يا سلام. السلام عليكم، أحمد أوشونغ إكس بونغ محدثكم. تو يا أخوان أول ما سقطت الطيارة كل اللي جنبي فجأة كذا قاموا بنفس الوقت فتحوا شنطهم، وكل واحد طلع له كذا كوت وجاكيت واللي طلع له كاب واللي طلع له بطانية. أطالع في العالم كذا شوية قاعد غير ملابسها، شو السالفة؟ يوم أطالع يميني قال والله العظيم إنه من سبحان الله يقول لك سيماهم في وجهه، شوف سيمة الجو. شو قاعد تقول أنا؟ ها الزبدة برد، شكله برد، والدريشة تقول لي إنه في برد. أنا سألتها توها ما اسمه المفروض على كلام الشركة اللي هم اكتفجني أنا رايح معاهم إن في شخص الآن ماسك لوحة وينتظرني، يعني أنا بشوف بقرأ اسمي وبروح له. كأني سواق كأني سواق، لكن أهم شيء ألقى أحد هنا فإن شاء الله إنه موجود. Okay, that's me. Yeah. Good. How are you? تيسرت اللهم لك الحمد، لقيت الرجال اللي مرضي يوصلني والحين بروح المطار، وبإذن الله إذا وصلت هناك بصور لكم. يمكن أصور الحين الجو، أبغى إذا لمس البشرة عندي أشوف ها. يلا خلنا، السلام عليكم. شوف إيش سويت. كني أول مرة في عمري أتنفس هواء بارد. هي هذه أتوقع أول مرة. هي الإسبانيين يطلعون فيني يضعكم، الله يلعنهم الغوالة، شكلي برجع البيت اليوم.
طيب أقول لكم وش الشعور حقت البرودة حقتهم. شم ريحة، ريحة الهواء، ريحة الهواء حقهم يا عيال والله. ها تشمونها انت بعد قاعد اسولف. يلا سلام عليكم. اخيرا قدرت اجلس يا اخوان، لي تقريبا نص ساعه بالمطار افرفر. ركبت باص، ركبت قطار، ركبت هليكوبتر، ركبت كل حاجه في الدنيا عشان بس اوصل للبوابه الخارجيه لاني ضايعه ما ادري، لكن الحمد لله تيسرت. والنشمي ده والله انه ما قصر باذن الله، اللي يوديني الحين يقول نص ساعه، وان شاء الله اني اذا وصلت هناك واستكنيت. انا قلت ثاني مره صح، اذا وصلت الزبده هناك ناخذ نفس. انا ما سويت شيء ورب الكعبه. فقرة في دخول الغرفة، أهم فقرة الآن. أصبر يا شباب. اليوم الأول ومعانا اللي مسوي نفسه مجنون. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ عساك طيب؟ يلا جاهز. اليوم الأول بناخذ فرة بسيطة كذا برا، أبغى أعيش البرودة شوي قبل لا يروح منا، بس عشان كذا يقفل أنقذنا. فنشوفكم تحت. برد برد ورب الكعبة برد. يا ساتر. طبعا كنا نمشي بكاميراتنا كذا، يعني الوضع تصوير بس. صراحة احلى شيء هاي في هذه يطلع في ان شاء الله تشوفون. يا اخوان قبل شوي لقيت هذه موجودة بالغرفة هنا، اول ما دخلت ترى ما استلمتها من تحت، لقيتها هنا. وش حصلنا؟ عندنا طبعا من كود، اللي ما يدري الله يعطيهم العافية، طبعا اللي ما يدري ترى هم اللي متكفلين بالرحلة كاملة. اكتفجن كاب مودرن وارفر، هذا نمبر 1. 2 كابتن برايس، يا رب اني قلت اسمه صح. وبرضو عطونا تيشيرتات المودرن وارفر، وبرضو تيشيرت ثاني نفس الشيء، فاكيد شي واحد بيروح لكم. ومن ورا برضو مودرن وارفر، حلو. معرقين كود، والله انكم تستاهلونه، والله معرقين كود. وايش بعد؟ وبعد الشنطه هذه في شيء ثاني بس. الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم، اتسلكوا اشتراككم المفضله. السلام عليكم. طلعنا من الفندق مره اخرى، الان بنروح نتوجه الى مطعم، بناكل لقمتين شوي، بعدين بنريح، ثم بنروح الى الملعب. ملعب مين ومباراه مين بتشوفونها اليوم، اللي انا ما ادري. يلا شوف، تمشي معاي؟ اي نمشي معاك. يلا شوف شوف كيف صوره الكواليس كذا، كنا وضع طبيعي ونمشي طبيعي طبيعي. ايوه بس كذا. الحين توقف كم ثانيه من المقطع بس تتاكد الكاميرا ما اخذوها. ايوه. وبس شفتوا كيف ايزي كم ايزي جو شباب؟ اليوم احنا بنروح سرنبي وسرنبيرا. ها سانتياغو برنابيا، سانتياغو سرنبيا. يلا يا اسطى. وصلنا الملعب الان، بصور لكم قدر اللي اقدر عليه، والباقي عاد الله كريم. هذا ملعب يا احبائي اللي ما تدرون زي في السالفه، ملعب استاديو سانتياغو برنابيو. كذا القروشه ازعجنا وقسما بالله. تبدا الشيء اللي لفت انتباهي يا اخوان، يعني الملعب وانت تشوفه على الواقع المر، ها كانك قاعد تحسه، يعني يعني محسوس. هو كانه الحين انتم فاهمين، يعني هذا كله فيه حسه محسوسه. اللي اقصده ان الملعب جاي كذا نزول، هو شوفوا كيف هابط هبوط يهبط، يعني على تحت. لكن بالتلفزيون تحس انه كبير مره، ولكن هنا صغير بس انه يشيل حق كبير مره. زد ان اقيمه 9 من 10. اكثر شيء عجبني ترى هذا هو. طيب يا اخوان الان احنا وين بنروح؟ بنروح مدري بس في هذا توريهم بسرعه. تشوفون هذا ملعب، ملعب مين؟ مين بيلعب اليوم؟
اليوم عندك اتلتيكو مدريد اتلتيكو مين الثاني وموسكو زيد الهمبره شكلها كويسه ليش كويسه شكل الجمهور يا شباب اليوم يسوون يصيحون بسرعه انتظر هذاك فعشان كذا حطوا كود 6B ما له دخل وحطوا لايك وبروح اشوف ديم 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 وصلنا بعد ما ركضت 10 كيلو يا اخوان والله العظيم اني تعبت اعزائي المتابعين متابعين قناه ابو بونج الرياضيه انا ادري انكم ما طقتوا خبر المباراه لكن حاب اقول لكم ان الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي لا 1-0 الشوط الاول انتهى 1-0 لاتلتيكو مدريد باذن الله اترككم على كل جديد بعد انتهاء الشوط الثاني اعزائي متابعين قناه ابو بونج الرياضيه انتهت الان مباراه اتلتيكو مدريد والنادي الروسي اللي بفوز 2-0 لنادي اتلتيكو مدريد هذه كانت تغطيتنا الممتازة لهذا اليوم شاكرين لكم حسن مشاهدتكم نراكم بإذن الله في حلقة أخرى أو في موقعنا باب يا ولما يا مرحبا ويا مسهلا اليوم اللي بيكون فيه المباراة طبعا اللي ما يدري أنا نزلت مقطع كود لو كنت تتابع مقاطعي كلها كان عرفت السالفة اليوم احنا بنسوي تحدي 4v4 أربعة ضد أربعة أنا ومعي فريقي ضد أربعة إسبانية يوتيوبرز أوكي مين بيكون معنا بالفريق بيكون أنا وحمان وكارفخال ورابعنا بيكون نصوحي ما عليكم غرفة أنا أدري الغرفة محيوسة حوس على السريع كذا طبعا أنا أمس رحت متجر ريال مدريد اللي صار في المتجر واللي انبسطت عشانه ترى مو بالتيشيرت اني شريته لا طبعا ثواني أوريكم شوف 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 ثلاث حروف ثلاث حروف XB عزيزي المشاهد ثلاث حروف بسيطة جميلة سهلة لذيذة بإذن الله هذا بخليه يسمونه ممتاز أوكي شكلنا بدينا جدا الآن وين الشباب زبده بدينا الان وانا والله العظيم ما سويت ولا شيء الحين وصلنا حق المكان والحين بنبتدي اول جيم كمان ما ضبط شيء لحد الحين ابغى اشوف شويه وش رايك اعزائي متابعين قناه ابو بونج حاولت قدر المستطاع اني اغطي الفلوج بشكل كويس لكن ما اتوقع انه بيصير كذا لكن حطوا ببالكم يا عيال حطوا ببالكم اني ما شيكت على الصوت وعلى اي شيء اللي ما عندي العده المناسبه للتشيك ما قدرت فاضطريت ارسلها للمصمم اللي هو رامي الاسطوره ورامي هو اللي بيتكفل بالموضوع كله فلذلك عموما يا اخوان حاولت قدر المستطاع اني احاول فالمحاوله خير من المحاوله فشكرا عليكم وعليكم الشكر وشكرا للسوالف البخيسه والسلام عليكم شكرا لكم وشكر خاص لأكتيفجن الله يعطيهم العافية ما قصروا والله العظيم انهم ما قصروا سفرونا تحملوا التكاليف كاملة خلوني اجرب الشعور اللي هو اول مرة اني اسافر خارج في العالم المعلم الله يعطيكم العافية وصلنا لهاية المقطع شكرا لكم تجربة جميلة واستمتعنا فيها وكتبونا تحت رأيكم حسنوا من الاشياء اللي انا جالس اغلط فيها حاولت اني اسوي اللي علي وان شاء الله اني ما قصرت تقييم عندكم لا تنسى اللايك والاشتراك مع السلامه وصلوا على محمد بيس